اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اجيال الغد ومحور الحديث لهذه الحلقه سوف نتحدث عن التعليم المتمازج او التعلم المتمازج وما هو الفرق بينه وبين التعليم المتمازج ففي ظل التغيرات السريعه التي يشهدها العالم اصبح التعليم والتعلم المتمازج الذي يجمع بين التعليم الرقمي والتعليم التقليدي ضروره ملحه وفي حلقه اليوم سوف نستكشف كيف يسهم تسهم هذه الطريقه في تعزيز تعزيز مهارات الطلاب والمعلمين وتوفير بيئه تعليميه مرنه ومبتكره. في هذا المحور مشاهدينا الاكارم يسرنا ان يكون معنا في الاستديو الاستاذ عبد الكريم قواف مشرف التعلم المتمازج في مدرسه الشهيد رفيق سكاف. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الكريم. اهلا بحضرتك اهلا فيك بالسادة المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. بدايه استاذ عبد الكريم لو نعرف مفهوم التعلم المتمازج وما هو الفرق بينه وبين التعليم المتمازج؟ بالحقيقة التعلم المتمازج هو له أكثر من مفهوم في ناس بيسموه التعلم المدمج وتعلم المختلط له أكثر من مفهوم ولكن نفس المفهوم له نقصد بالتعلم هو أن يكون تعلم ذاتي لدى الطالب وبت يعني بيعتمد على حاله يعتمد الطالب على ذاته في اكتساب المعرفة المعلمة. أما المتمازج فنقصد به هو التعلم التقليدي داخل الغرفة الصفية بالإضافة إلى التعلم آه الإلكتروني والتعلم عبر الإنترنت <applause> طيب كيف يتم تطبيق التعلم المتمازج في مدارس اللاذقية؟ التعلم المتمازج نحن قلنا أنه في تعلم داخل الغرفة الصفية يطبق فيه عبر التعلم النشط <applause> الذي يستخدم فيه المدرس آه عده طرق واستراتيجيات لكي يكون الطالب هو المحور في ذلك فممكن نستخدم التعلم التعاوني ممكن طريقه الاكتشاف ممكن باللعب ممكن تمارين حسب ما يكون الدرس والهدف من اللي حاططه الاستاذ لهذا الدرس <applause> يعني بيشمل التعلم المتمازج كل المواد استاذ ولا في اولويه بتكون للمواد نفس نفس الذي <applause> يطبق في المدارس العاديه يطبق في التعلم المتمازج ولكن الفرق بين التعلم المتمازج والتعلم العادي الطرق والاستراتيجيات المستخدمه <applause> والأجهزة والتقنيات هلا رح نحكي يعني تباعا أستاذ عبد الكريم <applause> إذا بدنا نحكي عن أكثر المدارس التي يتم تطبيق فيها التعلم المتمازج في محافظة اللاذقية والله للأسف ما في غير مدرستين في اللاذقية مدرسة الشهيد رفيق سكاف في اللاذقية ومدرسة وتجمع صالح محمود في جبلة <applause> هناك الصف العاشر والحادي عشر والثانوي للبنات فقط مه. اما في مدرسه الشهيد رفيق سكاف فهناك الصف السابع والثامن والتاسع والمدرسه مختلطه ذكورا واناثا مه. يعني هلا هل هون الاختيار بناء على يعني استبيان او مثلا انه نحن اخترنا هدول المدارس ولا لا في شروط معينه يعني فضلت هيدي المدارس على غيرها تماما سؤال كثير هجي الاختيار تم إنه المنطقة تكون تستوعب ذكور وإناث ففي المحافظة لم يتوفر هذا إلا في مدرسة رفيق سكاف <applause> وطبعًا المكان الجغرافي كان مساعد مساعد كان لهذا <applause> ووجود الأهم من ذلك وجود المكان اللي نحن نحتاج إلى ثلاث صفوف في المدرسة ومكان إداري فتوفر هذا الشرط في مدرسة رفيق سكاف. مه. هلا إذا بدنا نحكي بشكل عام إنه فينا نعد إنه هيدا التعلم المتمازج هو تجربة. هلا كان ولا لا هلا يعني صرنا عم ناخذ فيها وعم نطبقها تمام مثلا. تمام تمام في البداية كانت تجربة، مه. هلا التعلم المتمازج هو مطبق في قبل لازقية في حلب مه. وقبلها الشام في دمشق والسويداء وحماة. <applause> نحن مؤخرا من 2018 تم تطبيق هذا التعلم في اللاذقية <applause> ولكن حلب سبقتنا بعشر سنين والسويداء كذلك الأمر تأخروا هنا في اللاذقية تأخير <applause> <ليه تصفيق> ليش كان؟ يعني لتوفير المكان والاجهزه يحتاج الى مكان واجهزه شروط معينه يمكن توفر مم. كمان شبكات واجهزه كمبيوتر وكراسي والى ما يعني بنيه تحتيه كامله مم. هلا نحن بانه بحال تطبيق اي شيء او اي على ارض الواقع بتكون رده ردود افعال اذا نعم. بدي احكي انا عن رده فعل الطلاب وقت قلنا نحن رح نطبق هيدي التجربه م. ولاحقا صارت معترف عليه ببعض المدارس تماما ردود افعال الطلاب على هيدي التجربه هلا ردود يعني بدك تستغرب انه الطلاب في البدايه كانوا متجهمين ولكن عند دخولهم في في السلك عندنا في شعب التعلم والتمازج نحن احنا منحول التعلم لشيء يعني متعة يعني علاقتهم مع المدرس علاقتهم مع بعضهم من خلال تطبيق التعليم التعلم التعاوني آه الانسات لديهم مجموعة تتابعهم لدينا مجموعة مع اولياء الامور نخبرهم بكل جديد وبكل تفاصيل العمليه التعليميه التي تتم عنا في الشابة اه يعني في تشاركيه بينكم وبين الاهل وبين المدرسه تمام لتطبيق هيدي التجربه. هذا هذا احد الامور التي ساهمت في انجاح هذا التعليم. آه طيب على اي اساس بيتم اختيار الشعب الموجود ضمن آه لتطبيق هذه هلا نحن في بدايه العام ننزل اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يعني افتتاح شابة آه السابع يتم في تحديد مكان وزمان الاختبار يأتي الطلاب في يختبرون في أسئلة كتابية علامة من خمسين ثم يخضعون لمقابلة شفهية ونثقل علامة الصف السابق يعني مثلا نحن السابع نثقل علامة السادس يعني مثلا يأخذ ثلاثين بالمئة نأخذ ثلاثين طالب الاوائل امم يعني بالخلال المراحل اللي اللي هيدي التجربه مطبقه فيها نعم انتم باي صف بتبلشوا نحن لسه لهم اختبار يعني. القبول للقبول اللي بينجح عنا بالاختبار الكتابي والمقابله وتسجيل يعني علامه من 100 يتم اختيار اول ثلاثي <applause> طيب ليش رحنا ما من من احنا ما بنستخدمها مع الطلاب اللي اداء متوسط لنرفع من سوية ادائهم نحن ما يعني ما بنختار الطلاب الشاطرين او العلاماتهم <applause> كيف يتم من الاختيار الاختيار انه يكون عنده المام على يعني الاسئله بتكون المام باستخدام بي الاجهزه الكمبيوتر والتواصل ويكون عنده فكره عن نظام التشغيل يعني يكون عنده فكره معلوماتيه مبسطه يعني في في بداياتها نحن لا نختار الطالب المجتهد او الطالب علاماته بالعكس نحن عم نختار طلاب متوسطين لنرفع من سويتهم آه طيب اذا انت حكيت ببدايه الحديث انه التعلم المتمازج يعتمد على شروط معينه مثل ما شفنا انه تم اختيار مدرسه رفيق سكاب بالاضافه للمدرسه الموجوده بجبلية هي حسب المكان وبالاضافه للاستيعاب انه ذكور واناث، تمام. هلا اذا بدنا نحكي عن الادوات والتقنيات المستخدمه في التعلم المتمازج ما هي؟ تمام هلا الادوات اهم شيء يكون عندنا اجهزه الكترونيه فنحن نمتلك في الشعب طبعا الوزاره ارفادتنا باجهزه كمبيوتر واجهزه لوحيه واضافه للسبوره التفاعليه التي تعتمد على القلم اللمس وبروجيكتور واهم شيء هو وجود الكهرباء <applause> الكل آه عم بيعاني منه <applause> نعم ولكن نحن هذا يعني يبقى تحدي لما نحكي عليه اذا بدك آه م. واجهنا وقدرنا نتغلب على هذا الامر يعني نخلق بيسخن. البدائل يعني دائما نعم. البديل شو كان؟ البديل اول شيء كنا بطاريات بعدين هلا الوزاره مشكوره ركبت الواح طاقه شمسيه حلو على سطح المدرسه م -م. وهذا الامر كثير ساعدنا بالحقيقه و طبعا و <applause> وال والاجهزه الموجوده عم تقوم بهلا التابات ما بدها كهرباء بدها شحن صحيح عم نشحنها ونستخدمها وقت ال كم تاب موجود ضمن الشعبه؟ يعني حوالي 60 لا 34 هلا لا لانه لسه في دفعه تابات جديده لسه لم نستلمها يعني بيصيروا 60 المجموع <applause> يعني مشكوره مديريه التربيه بتسلمنا 30 بعد ما صار الزلزال تم منح الشعبه هدية بعتقد من وزارة لطلابنا ليمارسوا أعمالهم. فيه. حلو يمكن هي يمكن كانت من مطالبكن أنتو ولا لأ الوزارة هي اللي هو قدمتها. تم في المناطق اللي صابت الزلزال تم رفضهم <applause> بهذه الهدية. تمام. هلا هل نحن لنحصل على طالب مجتهد بمختلف المجالات وخصوصا بهذه التجربه اللي عم تطبق بمحافظه اللاذقيه يجب ان يكون هناك كادر مدرب لا. لاعطاء المعلومه وايصال الفكره المناسبه هذا اهم شيء أهم شي. هلا هون كيف يتم تدريب المعلمين لتطبيق كل سنه, سنة نحن عندنا كل سنه في دوره مركزيه يقوم بها مدربون من دمشق من الوزاره ياتون الى تدريب الكادر الموجود لدينا الكادر القديم يتم تجديد المعلومات وما هو جديد يرفضوهم به أما المدرسون الجدد يقومون باطلاعهم على, على برنامج الموديل أو منصة الموديل بكافه تفاصيله حتى يستطيعون ان يقوموا باداء العمل كما هو يعني المعلمين الحديثين فينا نقول عم بيستفادوا من خبره المعلمين القدامى لا بستف... ولا في اختيار معين ل لي... معين, معين اختيار المدرسين المعلم. اختيار المدرسين اول شيء بده يكون خاضع لدوره دمج التقاني بالتعليم ويكون عنده جهاز وانترنت بالبيت يعني مطلع على امور التقنية <applause> قبل ما يأتي لعنا نحن بس يجي المدرس لعنا نقوم ب بيخضعوا لدورات تنمي هذه المهارات لديه هلا <applause> اذا بدنا نحكي بشكل عام قد ايه صرنا نحن عم نطبق لهيدي التجربه 18 من سنه 2018 نعم. اذا بدنا نحكي اثرها على الطلاب وقد و... يعني فينا نقول نسبه التفاعل مع من قبل الطلاب على ارض الواقع هلا نحن بدنا نشوف التحصيل العلمي تبعهم يعني احد المؤشرات هلا نحن شعبه ضمن المدرسه دائما يعني ما تحصيل المراكز الاول والثاني والثالث يكون من نصيبنا احيانا بنكون الاول احيانا بنكون الثاني ولكن دائما المراكز الثلاثه الاولى من نصيب طلابنا في المدرسه لانهم يخضعون الى امتحان منفصل مع المدرسة نفسها ولا يخضعون لامتحان خاص فيهم هلا نحن قلنا بتبلش من الصف السابع لقيمت رح تستمر معنا تطبيق التعلم المتماسك فينا نقول للبكالوريا ن... هلا نحن حد الان حد هذه اللحظه حتى الصف التاسع ولكن م. هناك مطالبه من قبل اولياء الامور بانه طلابنا نستمر معهم عاشر وحادي عشر وبكالوريا، والتربيه رفعت يعني مقترح بهذا الخصوص وهو قيد الدراسه ممكن هذا العام او العام الذي يليه يمكن تطبيق هذا الامر. طيب هلا اذا بدنا نحكي استاذ عبد الكريم عن الفائده اللي عم بياخذها الطالب من هيدا التطبيق مم. على ارض الواقع، بيفيدوا بالتعليم بالتعليم العادي؟ كثير حلو السؤال. مم. هلا نحن تابعنا طلابنا بعد التاسع إيه وهلا انا اول دفعه تخرجت يعني اخذت شهاده البكالوريا لاحظنا النسبه والتناسب اكثر من 60% دخلوا في السنه التحضيريه ما شاء الله إيه ما بنقول بجهودنا ولكن نحن ماذا فعلنا نحن نمينا مهاره البحث والاكتشاف عند هذا الطالب يعني لا يحتاج الطالب الى مدرس خصوصي فقط يحتاج الى من يرشده الى يوجهه فقط صحيح فهذا الامر يعني كثير ساعد طلابنا في مراحل حتى مهارات التفكير لديهم صارت مهارات تفكير عليا يعني مثلا م. نحن اذا بنقول من يومين كنت عم بعطي صف مهارات التفكير خارج الصندوق يعني م. التفكير الابتكاري اعطيهم تمارين كيف يقدروا يستطيعوا يحلوها وحطهم في مشكله ومازق كيف يقدروا يحلوا هذه المشكله وهذا المازق ويبتكروا حلول جديده لهذا الامر <applause> يعني استاذ عبد الكريم نحن عم نبلش بهيدا التطبيق فينا نقوله من الصف السابع للتاسع طيب <applause> الطالب التاسع اللي عم ينجح تاسع بالعاشر لحد عشر بيلاقي يعني صعوبه بالتعليم التقليدي هلا هن لحد الان طلابنا اللي ولا لا بيكتسبوا مهارات اللي في صار في توجيه اسهل عليهم اللي معلومه وبيطبقها على ارض الواقع وصلنا لمرحله احيانا نخلي الطالب نعطيه الدرس يحط هو اسئله عن الدرس حلو وممكن بعد ما يحط اسئله يعمل تصحيح بنسميه تصحيح الاقران يعني حتى يوصل لمرحله النقد يعني الطالب هي المهارات المكتسبه لديه عم يعاني لما عم يطلع من عنا عم يشوفوا عم يعني حتى عاطفيا بيعملوا زيارات يعني بيقولوا لنا يا ريتنا لساتنا عندكم ولسا بنتابع معكم قال ان شاء الله هلا المرحله القادمه بركي بتمكننا والله يعني في رغبه كتير يعني حتى نحن بدايه كان العدد قليل اللي يتقدم هلا فوق ال 100 او 120 طالب تقدمنا هذا العام اخترنا منهم 30 فقط بالقبول هذا دليل على نجاح هذا المشروع <applause> يعني واللي ساهم في نجاح هذا المشروع اكثر هو البيئه الموجوده ضمن وتشجيع الاسره يمكن والاسره طبعا لما نشوف ابنا في مكان امن في متابعه من قبل المدرس والاداره <applause> فهذا بيشجعهم اكثر طبعا آه هلا آه قلت انت بيتم الاختيار ونحن بنقيم الطالب من خلال التحصيل العلمي استاذ عبد الكريم مم. هلا اذا بدنا نحكي بشكل عام الطلاب اللي عم يعني بتحصيل العلمي هل هناك اختلافات بين الطلاب اللي عم يتبعوا دي التعليم المتمازج والطلاب اللي عم يعتمدوا على التعليم التقليدي حسيت انه في اختلاف من خلال التحصيل العلمي هلا الطالب المجتهد يعني ممكن نقول هو عنده إمكانيات ومهارات أما الطالب العادي هذا اللي بيكون بيختلف عليه الأمر هلا من خلال إخضاع طلابنا لامتحانات مع يعني الشغلة فردية بتكون هلا بدها تنمية مهارات هلا تنمية المهارة هل حتى يعني البحث واكتشاف المعلومة وكيف أنا أنقذ هذه المعلومة وكيف أعالجها <applause> ما متوفرة هني <applause> عندنا مثلا هذا التعلم في متعة لما بيستعمل الطالب أكثر من حاسة للتعلم لما بيكون في تعلم اسمه تعلم نشط لما يعني بيشوف و يمكن تفاعلي اكثر بيصير نعم بين هذا الطالب هذا و... الذي يختلف وبنعتمد يحتاج. يمكن على التطبيق النظر العملي نعم. بشيء يعني بيصير في تفاعل بين الطالب وبين النشاط المقدم اليه نعم نعم وما بقى بنحس بالملل اللي كنا عم نحس فيه مثل النشاطات اللصقيه اللي عم بتصير مثلا بالفئات العمريه هذا الاختلاف الجوهري هذا الاختلاف الجوهري وينما التعلم الاعتيادي التقليدي لا يفرق نفس المنهاج نحن عم ندرسه ولكن طريقه تناول هذا المنهاج هي التي تختلف يمكن مثل الحساب الذهني عند الاطفال وبيختصر كثير من الامور من الخطوات لنحصل على الناتج النتيجه الصحيحه وهيدي اللي هو نحن عم نسعى لننمي مهاراتنا مهاراته. من خلال هيدا طبعا مطلع. كثير مهم ان هالمهارات تتنمى عند لما انا مثلا حتى في مهاره بس بسموها تعلم ضمن سياق لما انا بعلمه عندي عم يكتسب مهارات تقنيه ضمن سياق هذا التعلم، يعني استخدام الحاسوب، استخدام التاب كيف يفعله، كيف يستفيد منه في عمليه التعلم. اها <applause> <applause> ويمكن بيحرك عند الطالب استاذ عبد الكريم النقد ايوه النقد التفكير النقدي، يعني الطالب لا صار هو عم بيبحث، صار بيشارك الحوار، بيصير في جدال وسجال بينه وبين حتى لو كان المعلم هلا هون يمكن هو فحوى الحديث انه نحن نوصل لهيدي النتيجه هيدا الحوار او هيدا الفكر النقدي اللي عم بيكون عند الطالب هو الفكر النقدي او النقد يعني اعلى مراتب التفكير حقيقه يعني وقت انا بوصل الطالب لهي المرحله معناته انا بوصله لاعلى مرتبه طبعا نحن بنعطيهم تمارين العاب آه بنخليهم يحلوا انشطه تنمي فيهم هذا نوعيه الانشطه اذا بدنا نحكي فيها استاذ عبد الكريم يعني مثل الالغاز آه مثلا وكيف هو بده يصحح لزميله يعني بده ينقده بس النقد بده يكون بطريقه ما يجرح فيها زميله باسلوب يعني اسلوبه فبس بده يكون لما بده ينقد معناته هو عنده ملكات كبيره حتى كبيرة. يوصل لهالنقد م. يعني بده يشوف التمرين هال هل به بشكل صحيح هل حل جميع الأسئلة ما هي الأخطاء التي وقع بها سوف يقوم بهذا النقد عندما يمتلك مهارات كثيرة مهو. يعني هذا الشيء بيعتمد على مثل ما قلنا أنه التشاركية اللي عم بتكون ولكن بتختلف هيدا الأنشطة من صف ولا صف يعني يمكن حسب, حسب, حسب. إيه ولا لا بيكون معتمد على نموذج واحد لا نحن عنا شيء اسمه مراعاة الفروق الفردية مهو. يعني هلأ النشاطات اللي بيكون بالسابع نحن ما بتكون بالتاسع مم. يعني بنراعي هالفئه العمريه مم. يعني مثلا في تمارين في انشطه تناسب هذه المرحله اما التاسع فلهم مرحله عمريه اعلى فبتكون اعلى هلا نحن لا نخفيكي سرا عم نفكر بموضوع انه نستض... نفتح شعبه للخامس والسادس حلو يعني نقدر نبلش معه من الخامس والسادس بصير مم. فكره كثير يعني هي طبقت في السويدة هذا العام نشوف كيف ال... هو يمكن محتاجة. بشكل عام تعتمد على ذهن الطفل وعلى قدره استيعابه للفكره هلا في الفروقات بين كل عقل طفل والثاني يعني بيقولوا لك الاصابع مو مثل بعضها ولكن بنشوف في اشخاص استاذ عبد الكريم مؤهلين انه يكونوا ضمن هذا التطبيق بفئه عمريه صغيره تماما هذا اللي نحن عم نحاول نسويه هلا مراعاه الفروق الفرديه كيف بدنا نراعيها بتنويع الانشطه <applause> يعني مثلا في ناس بت... عندهم بصريين <applause> بيحبوا يشوفوا <applause> فنحن بنعطيهم هذول انشطه بصريه في ناس سمعيين في ناس عاطفيين فبنحاول ننوع بهذه الانشطه لكي نراعي جميع الفروق الفرديه الموجوده في الصف <applause> ونحن دائما بنسعى من خلال التجارب اللي عم تنطرح على ارض الواقع وخصوصا بمدارس اللاذقيه ان يكون مثلا نوصل لمرحله التفاعل اللي عم بيكون بين الطالب والمعلم نعم. اذا بنحكي عن تاثير التعلم المتمازج م. وتاثيره على التفاعل بين الطالب والمعلم لا مثل ما ان كل مدرس داخل الصف عم يكون في تفاعل عم لما المدرس عم يرشد <applause> هذا الطالب يقسموا مجموعات عم يراقب المجموعات داخل الصف وخارج الصف عم يعمل كل طو... كل مدرس باختصاصه مجموعه واتس خاصه في لطلابه بتابعهم علاماتهم شو المطلوب منهم شو في شيء احيانا يتم ما يسمى الصف المقلوب احيانا بيستخدموا المدرسين الصف المقلوب هذا يراعي الانماط المختلفه للطلاب والتعلم <applause> المدرس يرسل فيديو إلى إلى الطالب أو الطلاب في مجموعته يشرح الدرس ويأتي الطالب إلى الصف ليطبق ما تعلمه في في البيت ما ماذا تفيد؟ يفيد أن هذا الطالب يستطيع أن يعيد هذا الدرس مرة اثنتين حسب قدرته التحصيلية آه يعني آه عم بتصير هيدي الحوار نعم تطبق يعني في بعض الدروس يمكن تطبيق الدرس يؤخذ في البيت ياخذه الطالب مره اثنتين ثلاثه وياتي الى الصف لتطبيق ما تعلمه في البيت مم. هذا نسميه الصف المقلوب مم. حلو هلا كل تجربه والى تحدياتها والى صعوباتها حكينا ببعض التحديات اللي انتم خلقتوا البدائل وكانت وزاره التربيه مساعده الى حد نعم. ما بتامين طلباتكم بتطبيق هذه التجربه بالاضافه للي حكيته استاذ عبد الكريم يعني شو شو كمان نحن لنطبق هذه التجربه لتشمل اكبر عدد من المدارس الموجوده بمحافظه اللاذقيه لان نحن الكهرباء هي عامل يعني اساسي ويتم التغلب عليه او يعني نسبه وتناسب <applause> ولكن هناك امور اخرى نقع بها احيانا يكون عندنا بعض الاجهزه تصاب بعطل امم اصلاحها كيفيه اصلاحها والمديريه التربيه يعني تسعى لصيانة ولكن نقع في مازق هو عدم توفر القطع التبديل امم ف فنق... بهذه الحاله شو؟ يتوقف الجهاز عن العمل لحين تامين هذه القطع بسبب مم. الحظر المفروض علينا يعني في قطعه مثلا عندنا اجهزه لا لم يتوفر منها سبورة تفاعلية ولكن احيانا نلجا الى البديل من لا يحتاج هذه هذه السبوره التفاعليه نقوم بعمليه تبادل بيننا وبينهم آه قلنا نحن هذه التجربه مطبقه من الـ 2018 نعم. ودائما نحن نسعى للافضل انه نطور من هذه التجربه اذا بدنا نحسن من عمليه التعلم المتمازج بالوقت الحالي لشو بنحتاج؟ اولا نحن تابعين نحن مديريه التربيه في وزاره التربيه ودائره المعلومات دائره المعلوماتيه في مديريه التربيه ومديريه المعلوماتيه في الوزاره. ف المدرسين يحتاجون الى يعني اجهزه تساعدهم في لانهم يقومون مدرسين يقوم يقومون بتجهيز ما يسمى منهاج تفاعلي اضافه الى عملهم في الصف. م. يعني لأن منهاج السابع ومنهاج الثامن ومنهاج العاشر والحادي عشر اصبح كاملا. م. ما هو المنهاج التفاعلي؟ المنهاج التفاعلي هو رديف للمنهاج العام في المدارس. م. يستطيع الطالب عبر المنصه الموجوده في وزاره التربيه الدخول الى صفه، مثلا الصف السابع يحتاج يريد أن يدرس أول درس في اللغة الإنجليزية يقوم بفتح الصف السابع أو درس الأول اللغة الإنجليزية ويستطيع لوحده أن يدرس هذا الدرس ويتعلمه بمجرد متابعته لهذا الدرس لأن يعني الدرس تفاعلي لا يحتاج إلى مدرس وهذا من تصميم من؟ من تصميم مدرسينا نوجه لهم شكر على جهودهم المبذولة وطبعاً لما يبذلونه من اعداد منهاج موازي لهذا المنهاج التقليدي او منهاج الكتاب الموجود في مدارسنا يعني هذا منهاج كامل اصبح مع الصور مع الفيديو حلو. مع كل ما, ما يحتاج من وسائط يعني قاموا بعمل جبار يعني وبنشكر كمان المتابعين في الوزاره على متابعتهم في منسقين لهم لكل ماده يقومون بتواصل بي مع المدرسين لانهاء هلا يقومون باعداد التاسع والبكالوريا حلو يعني وينتهي من هذا يعني كثير حلو لفتتني هيدي الفكره انه جميل انه مثلا نشوف لغه غير اللغه العربيه انه تجهز بهيدي الطريقه انه الطالب ما يحتاج الى معلم وخصوصا انه الترجمه يعني تحتاج الى حدا خبير بهذا الموضوع، لهالدرجه نحن فعلا قادرين انه نوصل هيدي الفكره من خلال هيدي التجربه؟ نحن وصلنا اليها وصلنا نعم يستطيع من خلال يفتح الكتاب الدرس الاول في الكتاب لا يستطيع، اما عندما يرى فيديو مثلا ويتابعه كنشاط اول لا ينتقل الى النشاط الثاني الا عندما يجتاز التقويم، ما تعلمه بالنشاط الاول هل تم هضمه هل تعلمه؟ مم. المدرس يكون واضع تقويم معين يجيب المد... الطالب عليه، اذا اجاب بكافه ب... النقاط صح ينتقل الى النشاط الثاني، مم. فلهيك نحن بنسميه هذا منهاج تفاعلي، اذا لم يجب يعود الى النشاط لانه لم يتقن يعني هلا من استاذ عبد الكريم انه فعلا هذه التجربه ذات اهميه عاليه نعم. وعم تختصر كثير من الخطوات لدى الطالب انه يكتسب هذه المعلومه وتكون فعلا تعليم ذاتي لإله ليش نحن إيه انه وصلنا متاخرين لهذه التجربه هلا مثل ما ان البنيه التحتيه تحتاج الى اولا تحتاج الى مدرسين طبعا اعداد المدرس ليس بهذا الامر م. بالسهوله يعني يحتاج إلى دورات يحتاج إلى مهارات يعني حتى يكون هذا المنهاج التفاعلي منهاج ممتع أيضا <applause> آه، ويكون نحن بتذكر إن شاء الله أيام كورونا يعني قاموا <applause> مدرسونا بإعطاء دروس <تصفيق> أونلاين <تصفيق> أونلاين صحيح وكانت مبادرة من من فريق اللاذقية <applause> من أسرة التعليم المتمازج ليس لطلاب المتمازج تعويض الفاقد التعليمي نعم. كان صحيح. ليس لطلابنا فقط لكل مم. طلاب سوريا صحيح وتبنت هذه المبادره الوزاره مشكوره مم. وعممتها على الجميع مم. يعني قام المدرسون باعطاء الدرس مثلا نظرنا برنامج معين اليوم مثلا تاريخ بكرة جغرافيا الى اخره وتابعنا المدرسين ويوم الزلزال ايضا صحيح كان في جهود من نعم قبل على, <مع> على التليجرام صحيح. وكبنا نحن... هيدا ال... هيدا المسيره نعم، اللي قدموا أذ... الطلاب على هذه المعلمين. التجربة. كانت تجربه ناجحه واعجب الطلاب فيها حتى يعني لا اخفيك سرا يعني الطالب احيانا يحتاج الى ان يغيب عن ال... عن التواجد في المدرسه او في الصف ففي عنا طالب طالبه الاحرى أه سافرت الى المانيا للعلاج فتابعنا معه وكأنها موجوده في الصف يعني لما عادت من المانيا بعد العلاج رحله العلاج التي امضتها بالمانيا وكأن شيئا لم لم يفوتها من الدروس تابعت مع مدرسيها كل هذا على الاونلاين نعم على الاونلاين دائما نحن بالشعب السوري دائما قادرين على خلق البدائل باي ظرف شعب شعب, شعب, قادر فعلا وذات اراده عاليه لا. هلا نحن ضمن هيدي يمكن هيدي الاستراتيجيه اللي عم بتقوم فيها مديريه التربيه لاكتساب الطالب لا يطبق هيدي التجربه بالاضافه للاستراتيجيه هل من استراتيجيات كمان لدعم الطالب بتطبيق التعلم المتمازج هلا الطالب نحن بدنا نعطيه الاستراتيجيات يعني نحن بدنا نعلمه كيف يفكر كيف يتعلم كيف يوصل كيف يكتشف كيف ياخذ مهارات نحن عم نقوم بغير بالصف عم مثلا عم ناخذهم برحلات تعليميه مثلا اخذناهم لمركز الارصاد الجويه حلو على سبيل المثال وقمنا باكتشف الطالب كيف يتم بتعزز من ثقافه المعلومه اذا كانت مع. من ارض الواقع ترسخ. تترسخ يعني مع. تؤرق المعلومه مع. بالطالب بالاضافه الى احيانا من بالصف نفسه نجري مقابلات عبر الانترنت حلو مره مثلا على سبيل المثال اجرينا مقابله مع مدرس هندي اعطاهم درس كيمياء على الهواء مباشره واصبحوا يسالوه م. ويستشيرونه يعني كانت تجربه ممتعه حقيقه ونحن فعلا بحاجه لهيدا التفاعل يعني على الطلاب أطلع. كثير مسرورين مره عملنا لقاء مع الشعب بالحلب والسويداء يعني عملنا دمج هيك كانت كمان كثير ناجحه وانبسطوا الطلاب يعني بنشوفوا غيرهم هيك مثلهم ويصير بيناتهم علاقات تبعت يعني يعني. الخبرات كمان فينا نقول ونجيب لهم كمان احيانا جبنا كم مره ضيف زائر بنسميه م -م. مثل الفنان نزار علي ديب <applause> فنان الحجر يعني طبعا إجوا وصاروا يصنعوا من الحجر اللي معه هيك كلمة سوريا بشوفون بالوسائط هلأ أو الصور لهم أكثر من كلمة زائر حلو آه كلمة أخيرة بتحب توجه لك الحدى اليوم متابع لنا ببرنامج أجيال الغد لأنه وصلنا لختام هالحلقة آه والله بتمنى هيك تمني أن يتم يعني تعميم هذا المشروع على كل طلابنا لأن طلابنا أمانة وندعم مدرسينا بالوسائل المطلوبة ليقدروا يقوموا بهالمهمة على أكفأ وجه هنا عم يقوموا للأمانة ولكن يحتاجون إلى بعض الدعم بنشكر شكر معنا استاذ عبد الكريم مشرف التعلم المتمازج في مدرسه الشهيد رفيق سكاف وشكرا لهذه المعلومات القيمه عن التعلم المتمازج يمكن اللي يتابعونا ما بيعرفوا شو هو التعلم المتمازج ان شاء الله هذه الحلقه تكون هيك زادت معلومه ووضحت لهم الفكره وشو الفرق بينه وبين التعلم أنا المتمازج بشكرك وشكر الساده المتابعين والمشاهدين على الاضاءه لهذا التعلم ويشوفونا كما نحن نجمل ونضع اي شيء غير الحقيقه ان شاء الله مشاهدينا حلقه اليوم من اجيال الغد قد انتهت على امل اللقاء في حلقه قادمه بامان الله